صباح الخير حبيبة. صباح الخير. عشنو وقع الصباح؟ والو، كندير داكشي اللي كان خصني ندير شحال هادي. وشنو كديري؟ غادي ندمر اي حاجة عندها علاقة بالماضي. هانت شوف، وشي حتى السيديات اللي كنت كنصنت ليهم دراهم تخبي عليك. هانت شوف، شفتي؟ جلس. البارح بقيت كنخمم وما جانيش النعاس، وكنحاول نشوف شنو درت ليك انا في هاد العلاقه ديالنا. انا بصح غلطت في حقك بزاف المرات، وفي الاول ما كنتش قادره ننسى زكريا، ولكن دابا صافي محيته من بالي. داكشي القديم كله لحته ورايا، اللي فات مات، حتى شي حاجه ما غادي تفرقني عليك من هنا لقدام. سلمى، حتى شي حاجه. كاين شي فطور؟ باش تقول والو بحالاش؟ وعلى هادشي اللي كندير. مزيان مزيان هادشي. عرفتش شنو جا ليا في دماغي فقت ولقيت شي هضره كدور ليا في الراس. الحب الحقيقي كتصادفو غير مره واحده في حياتك، الحب الوحيد، الحب الصادق. حيت الحب الحقيقي هو اللي كيضوي لك حياتك، ويلا عندك الزهر غادي تتعرف على داك الحب، سينو غتعيش عينيك كاملين في الظلام، الخصوص الا ما كانش متبادل. فهمت بلي هاد الهضره عليا انا؟ اسمح لي يا حبيبي، ما كنتش عارفه بالقيمه ديال الحب ديالك. فين سمعتي هادشي؟ والو، هي جاتني في راسي. دابا عاد عرفت شنو المعنى انك تكون مع وحده وهي باقا كتبغي واحد ميت وكتفكر فيه. اسمح لي، خاصني نفطر باش نمشي للخدمه. انا طبيعه الحال هي الاولى. امر شنو ما بغيتي، من اليوم جميله اللي كنتي كتعرف ماتت، هذه جميله واحده اخرى، ماشي ديك جميله اللي كتجبد صداع. جلس جلس. عرفتي هذيك اللي كانت في ما مشات معوضه العافيه؟ نساها، دابا كاينه جميله واحده اخرى. حياتنا غادي تبدل من هنا للقدام. خذ تفطر كول، ما غادي نحرمك من والو، غادي تشوف واحد الحياه واحده اخرى مختلفه. شنو بغيتي نجيب لك؟ خذ تفطر. واخا نتصل. نور نغسل. ما تعطلش عليا حبيبه. كوثر حبيبة ديالي، كتفطري؟ عاد كنفطر ما شفتينيش. مشات ماماك؟ راه كدوش. هادي علاش؟ كادو من عند بابا حميد لبنته العزيزة كوثر. ليش كتسميه كادو؟ قول شو من عند حميد لبنته كوثر. وريني هذي كتشبه لامها. وعلاش انتي سميتيها رشوة؟ بابا حميد بغى يتهلا في بنته العزيزة كوثر. عادك تهلا فيا، 20 درهم عمرك عطيتيها ليا، ودابا 200 درهم دقة واحدة. كوثر راها ما كتباع ما كتشرى. انا عرفت راسي مزبلها معاك، بغيت زعما نصلح الغلط ديالي. وصافي بنيتي، ما يكونش قلبك قاصح. رجع فلوس قبل ما تخرج ماما.
وتسولني حيت الا سولتني انا ما غاديش نكذب عليها. دير عقلك بابا حيت الا درت عقلك انا ما غاديش نقولها لماما. ولا ما درتش عقلي انا ماما. صافي صافي ماما. صافي كوثر عيتي لي يا حبيبه. كوثر مالكي؟ لا ماما ما عيطتش عليك. العجب بحال سمعت صوتك كتعيطي لي. باش ما غندوزوش وقتنا في الهضره على الهفوات، العرس ديال البارح على العموم كان مزيان واخا كانوا شي حويجات ماشي هما هادوك. بحالاش؟ ما نديروش لا ليست حيت تكون طويله، ولكن اللي نقدروا نديروه غادي نتفائلوا وكل واحد يشوف الامور من جهته ويدير ما حسن. الصلاه والسلام راه ديالنا كاملين. فين هي توري وحميد؟ مازال ما جاو. هذا ليكم. بسم الله. الله يخلف عليك. الله يخلف. جواد مدام كريم انا الا سعفتيني عابلاش على غنيه الزين اللي غنيت البارح. انا راه غنيه ما كيبغي حتى شي واحد. اجي جواد قرب حدايا قرب زيد. انت مشكلتك باقي ما لقيتيش صوتك والستيل اللي يناسبك. والمشكل الكبير جواد هو ما تتغنيش من قلبك، ولا بغينا كاع نقولوا تتغني من قلبك كتغني على راسك. فهمتيني؟ بسم الله. شكرا مدام كريم. سمحي لي على داكشي اللي دارت جميله. الا بغيتي نقول لها ما تبقاش تجي وتشد رجليها نقولها لها. لا عادي ما طرا بس. وحتى داك اللحم اللي ما كانش طيب مزيان هذاك القزار غادي نمشي ونحيه عليه. انا اصلا ما نبقاش نشري من عنده اللحم، غنبدا نشري العجوله وندبحهم من راسي. لا مزيان هادشي مزيان، هو اللي كان ناقصنا. نيت سلمان واش ما بغيتيش دير عقلك؟ فاش؟ شوف انت. على الفاكهه اللي نسينا وراه حطيناها في الاخر. اش من فاكهه؟ راه غتسبب لينا في مشكل كبير مع مراتك كريمه. راه قلت لك الا بغيتها ما تبقاش تجي وتشد رجليها غنقولها لها. سلمان انا كندوي على الميساجات. الميساجات؟ اش من الميساجات؟ هاك ها فلوسك وحيت لك منهم طريف الناس اللي كيتسالوك كيف اتفقنا. وغتلقى شي بركه عطاها لمراتك وما تبقاش تصيفط لي الميساجات. ما عندهم باش غينفعوك. مرحبا مرحبا، نهار كبير هذا. مرحبا بكم. طيب بارك فيك. الله يبارك فيك. غير سمح لنا عافاك جبناك كتجري. لا ما كاين حتى شي مشكل، حسن كاع بيني وبينكم هكا ربحوا الوقت وحتى نتوما تشوفوا القاعه بعويناتكم. هاد الوليد زوين هو اللي غادي نفرحوا به. هاد الوليد زوين سميتو سعيد هو راجلي. سمحي لي يا لاله ماريا راه ما قصدتش. مبروك عليكم والله يكمل بالخير. جيتوا اليوم باش نهضروا على العرس، قلتوا لي بغيتوه يكون في اقرب وقت عافاك. حتى من غدا. وإلا قدرتوا تصبروا معنا واحد جوج سيمانات اخرى غادي نديروا لكم عرس كلشي غادي يبقى يدوي عليه. وحتى انت يا لاله ماريا غادي نلبسك شي لبسات غتجي فيهم فنه ما شاء الله. لا لا في اقرب وقت الله يخليك. واش زرباني انت لهاد الدرجه؟ عندنا القضيه شويه صعيبه مع العائلات ديالنا، بغينا نساليو هادشي في اقرب وقت. ايوا منين هاكا يكون خير نلقاو لها حل ان شاء الله. ان شاء الله تقدروا تشوفوا معايا القاعه. داك الحاج. السلام عليكم الحاج. جبت معايا واحد الامانه ديال الحنان اللي كنت خديت. غير خليها عندك وسير قطع الكورقه ديال الكار وسير لبلادك شوف والديك. ما عنديش والدي يا الحاج. اجي لهنا اش راه رجع لي هذوك الفلوس الله يرحمهم. امين. الحاج
ما في قلبك رحمه الحاج راه بزاف هاد الشيء. واش بغيتيني الحاج نمشي نعرض راسي للتران عاد تفرح؟ شوف وليدي انت غتمشي نيشان دور على اليمن غتلقى الطاكسيات البيضين، ركب في طاكسي وسير الوطزم راه غادي تلقى السكه ديال التران. انا كون عندي الوقت كون مشيت ديتك حتى الوطزم بلا ما تخاف بلا ما تدهش. الحاج غاديش نخاف. شكرا جواد. ما جواد الحاج صافي عقلي خفيف كنعرف الطاكسيات وطزم. تجي لينا تجي لينا مالك زيد لينا انت مالك هكا طير مالك انت واش عندك شي عقل ولا ما تكسبوش؟ اسمع وليدي انا راه ما بغيتش ندير الدم ديالك وبنتي حنان ما تلاش بغات تهضر معاك وانا راه ما عندي ما ندير لك وليدي وسير الله يرضي عليك سير الله يهديك سير. كاين الحاج راه بزاف هادشي عليا الحاج واش وحنان الواحد ديما دير ليه حتى شي حاجه يجي يدير لك هادشي علاش الحاج علاش؟ لا حول ولا قوه الا بالله انت باين لي وليدي مازال ما كتعرفش العيالات وسير وليدي دابا يفرج الله سير. حلب الله الحاج حلب الله دابا يفرج الله. شوف انا راه كنحفي على راسي وسير على الشيطان خليني نمشي نشوف غرادي سير الله يعاوننا يعاونك. دابا يفرج الله صح. شنو بغيتي؟ بغيت شوريات. بقيت دير شويه سوق راسك الله يرحم باك. شكون حامي؟ هادي غير كريمه بنت الحاجه الزهراء الله يرحمها. يلا حبيبه على يدك على اليد الاخرى مازال ترى عندي نسد لك بشويه بشويه. يلا فقتو يا ويلي يلا فقنا شتكم معطلين؟ لا لا فقنا قبيلات شتكم ما جيتوش تاخذوا فلوسكم وكان على حنا خدمنا بعدا باش نتخلصوا علاش غياخذوا هذوك الفلوس هما اللي كله كيقلبوا عليا يا ماما. يلا يلا سكتي شويه سيري تقرا يلا حميد راه معطله. يلا نتوما تقلقتي على الهضره اللي قلت لك؟ علاش نتقلق؟ هذاك الموضوع انا نسيته. لا تقلقتي يا توريا كنعرفك مزيان من يامات الكوليج قرينا مع بعضياتنا وحنا بنات حومه واحده وانا الا دويت معاك ثقي بيا حيت كنخاف عليك ماشي بغيت نقلقك ولا شي حاجه اخرى. ودويت على الرجاله كاملين ما قصدتش حميد. لا كريم هضرتي على حميد قلتي عينيه زايغين. لا لا سمحي لي سمحي لي دير بصح حيت دخلت راسي في شي حاجه اصلا ما تتعنينيش. كريمة واش عارفة شي حاجة على حميد أنا ما عارفهاش؟ كاين والو أنا ما عارفة والو كانتي هضرة وصافي. متأكدة؟ الحمد لله والله تخلعتيني. وعلاش تخلعي؟ دابا هاد حميد فين يلقى بحالك؟ وأصلا جيبي سيد سيدو. لا لا أختي أنا بغيتو غير هو بوحدو. نصاوب لك شي قهوة نتلاقاو من بعد. يلا باي باي. سلام. والله ما كرهت حتى انا شي شاب يتزوج بيا بالصلاة والسلام. ياك ما قلت حتى انا اللي باقي شاب عليك. الحمد لله اللي انا باقي قابل عليك بصح نيت. حشومة عليك ابو ادريس.
أصابك عشق أم رميت بأسهمي فما هدي إلا سجية مغربي ألا فاسقيني كاسات وغني لي بذكر سليمة والكمان ونغمي أيا دايا بذكر الآمري يتينني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا وضعتها فوق جسم المنعم أغار عليها من أبيها وأمها تحدثت بالكلام المغمغم وأحسد كاسات تقبل نتغرها إذا وضعتها فوق جسم المنعم الحمل اللي كانت تناجل برا نفس الطياب نفس المذاق كلشي بحال بحال السي سلمان بارك الله عليك ساره وانتوما صافي كلشي موجود كلشي واجد هذه المره كلشي غادي يجوز في الوقت زي في الكيسان مزيان مالك المكان هنا ساره شنو هادشي ما عرفت الثلاجه شطاطه فيها ياك ما خسرات شاد المصيبه هادي لا 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 هانتا شي حد كان كيشارجي تليفونو وسامي يرد البريز ديال الثلاجه شكون اللي حيد البريز ديال الثلاجه شكون اللي حيد البريز ديال الثلاجه ماشي انا حتى انا ماشي انا انت ماشي انت ديال من تشارجر ما ديال حتى واحد ياك واخا رجع البريز للثلاجه رايده ولا انت اللي درتيها انت غتدخل سوق راسك ولا ما غيعجبك حال واش تيقتي راسك شاف علينا ولا شنو ياك ما غتخلعني بتخرج العينين سرقه مش غالك وسير انت قبل شغلك وديها في راسك واخا من بعد نتفاهموا ساره حركي راسك تشوفيا وتضحك وكسوبي شليم خلي الصرمه الحقيقه عند ماريا انا راه كنبغيك وانت كتبغيني اللي بغى يضحك يضحك شتي هاد المتعوس ديال ولدك شنو دار لينا الحاج بركه ما تنمشي اللي عطى الله عطاه بغاها وبغاتو وحنا مالنا ملي على بغاها وبغاتو راه السيد اكبر منه ومجوجه ومطلقه وسامحه في وليداتها ناري شحال فيك ديال الهضره كنزه واش ما كيعجبكش العجب شوفي ملي كنتي جايه معوله تنوضي الصداع خلينا نرجعو بحالنا بلا ما نحضروا لهاد العرس لا ولي عرفتي شكون هذاك اللي داخل ولي هذاك العربي راجل ماريا الاول ولي شنو جاي يدير هنا ولي حشومه ولي ما كتحشم لا هي لا هو قصدرين بجوج الله يجعل كل شيء مبارك مسعود نتمنى لكم السعاده في حياتكم تبارك الله عليكم واش يدري لي زينين فوق راس العين يا امي كون صحابك تمشي يا بين ونفسي والعليم هو 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 ومكتوبين وش بيني وبينهم
مبارك مسعود وليدي، تبارك الله عليك. مبارك مسعود ماريا، لوتها الله يليه في الولد. عارفك غديري بحال وليدك، وكنت منا ما تخليش عليه بحال تخليتي على وليداتك. مي سيري بلاصتك هذاك. لالا ماريا طلعت بدلي اللبسه باش تهبطي ديري العمليه تمسي سعيد. صافي حبيبه بحال ما طراوال. لالا كنزة الله يخليك بغيت نهضر معاك. واخا واخا حبيبة. عجبك هادشي لالا كنزة؟ تا أم في بلاصتي ما غيعجبها هادشي. علاش ما غيعجبهاش هادشي؟ مالها ماريا؟ شنو ناقصها؟ شنو اللي بان لك ماشي هو هذا؟ راجلها واش كتعرفيه؟ كتعرفيه شكون هو؟ شكون غيكون؟ شي واحد ما عندوش علاش يحشم. لا 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 كتغلطي بزاف في الناس، بالعكس هذاك السيد ولد الاصل ومفصل ولد الناس، راجل اللي ألف مرة تمناه ولد عائلة كبيرة كتسمحي بعائلة الجوطي الشرفة. هذاك السيد من ديك العائلة، لو كان كانت ماريا شي وحدة خيبة ما كنظنش يجي يحضر لها في ليلة عرسها ويفرح بها. جوج ديال الناس ما كتبش لهم يعيشوا مع بعضياتهم وتفارقوا، تفارقوا بالخير والمعروف كيف ما كيوصي الدين ديالنا. شنو بغيتي مازال؟ ونزيدك حاجة أخرى، ماريا اللي سمحت فيه ماشي هو. دابا ماريا سمحات فولد جوطي. ايه لا لا ماريا اللي سمحات فيه، ولا ما تقتيش بيا انا راجلها الاول راه هو. سيري عنده سوليه، هو غيقول لك شكون هي ماريا. سلام سيدي. سلام لالا. العروسه فنة، شوفوا العريس. اجي ما جابكمش هادشي في شكل؟ علاش مالو في شكل؟ كيفاش مالو؟ واحد واخد وحده قد امه ومطلقه. هذاك راه عزواج ديال مصلحه، هي راه طبيبه وهو فرملي عندها. ياك داكشي اللي قلت مع راسي، ضروري ما تكون شي مصلحه تما. شتي التفكير ديال بحالكم، راه هو اللي مخلينا اللور النور. كيفاش اللور النور؟ اجيتي بعدا تقبلي تجوجي بواحد صغر منك؟ ما علاش فيها، لكننا مفاهمين علاش لا. وانت تقبل تجوج واحدة كبر منك؟ والله واقع تبقى فوق الارض عايا بوحده ما تجوج بها. اه وانا انت ما تجوج ولدك خدا كنز، ماشي كنز بمعنى الفلوس. الا كان ولدك ولد الناس ماريا غتخلي اسعد واحد في الدنيا. ما عرفتش هذا الكنز اللي كتهضر عليه. السيده مجوجه ومطلقه وكبر من ولدي بعشر سنين. ممكن استلهم من ناحيه الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج بخديجه رضي الله عنها كبر منه. اسمحي لي. عرفنا داك الميكرو جبتي لنا الغمه. صلاة وسلام على رسول الله الى الجاي الى جا سيدنا محمد. اللهم عجل العالي يا الف هنيه هنيا وهنيا ويا لالا لالا ماريا في العمارية ويا لالا ألف هنيا وهنيا ويا لالا العروسة في العمارية ويا لالا ألف هنيا وهنيا.